يبدو أن آية الكرسي بنص حديث رسول الله الصحيح تبعدك عن وساوس الشيطان وعن الكوابيس والمنامات المزعجة والخوف والقلق والإحباط والتشاؤم، لكن بمعناها الله لا إله إلا هو، ما في غيره، هو الغني، هو القوي، هو الرحيم، هو الرزاق، هو الفعال. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات والأرض، من ذا الذي يشفع إلا بإذنه، لا يؤثر شيء في شيء إلا بإذن الله، لا يؤثر شيء في شيء سلباً أو إيجاباً إلا بإذن الله، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أيها الإخوة، ومن نصائح النبي صلى الله عليه وسلم قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، أيضاً سادساً قراءة المعوذات. ففي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بها ما استطاع جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. وفي مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزاً من الشيطان يومه، وذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزاً من الشيطان يومه، وذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.